باستضافة الخبير الفلاحي الأستاذ أحمد ملحة. أستاذ أهلا بك. مساء الخير، شكرا على الاستضافة. شكرا سيد. بداية، وحسب التقرير الذي تابعناه منذ لحظات، يعني شهدنا استبشار الفلاحين خيرا بهذه بكميات الأمطار المتساقطة. برأيكم هل بإمكان هذه الكميات المتساقطة أن تصلح ما يعني ما أفسده التأخر سقوط الأمطار خلال الفترة الأخيرة سيما شهر أكتوبر؟ والله احنا نعرف أن في المعتاد يعني شهر أكتوبر هو بداية الموسم الفلاحي، وهو أيضا بداية عملية الحرث والبذر للفلاحين، ولكن يعني تأخرت بشهر يعني، وجات يعني في شهر نوفمبر وين سقطت أمطار في هذه الأيام، وهذه تخلي الفلاحين يستبشروا خير ويبادروا مباشرة في عملية الحرث والبذر، لأن لا تضر يعني بهذه العملية تأخر تاع شهر، إلا أن يقدر الفلاح يزرع حتى في شهر 12 في شهر جانفي المقبل، ولكن لابد أن يضيف الكمية تاع البذور في الهكتار، يعني لكن يزرع مثلا قنطار في الهكتار يزرع أكثر، يعني لأن الحبوب لا تتطلب يعني مياه كثيرة إلا يعني مياه متقطعة إن صح التعبير، وهذا لا يؤثر، وهذا اللي خلى الفلاحين الآن يستبشروا، وخاصة أن الأحوال الجوية تقول أن في سقوط ثلوج يعني على قمم الجبال 1000 و1200، وهذا يعني خلي كما يقولوا الفلاحين مرتاحين باش يباشروا موسم فلاحي بقوة وبعزيمة. يعني يمكن لهذه الكميات أن تتدارك ما أفسدتها يعني أو تأخر سقوط الأمطار، عندما لا تؤثر يعني لا تؤثر ممكن يعني، لأن اليوم تدخل الفصول وقلة سقوط الأمطار وتذبذب الأمطار وأيضا التغير المناخي، لذلك يعني اليوم في العالم يتكلموا على التكيف، تكيف الفلاحة يعني مع لا 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 مع هذه الظاهرة اليوم. نعم سيما أستاذ، مع التغيرات المناخية يعني اللي يشهدها العالم بصفة عامة، ونهضر خصوصا في شمال أفريقيا، برأيكم يعني كيف مدى تأثير هذه التغيرات على الإنتاج الزراعي بشكل عام، وكيف للمتعامل الفلاحي أن يتكيف أو يتأقلم مع هذه التغيرات لتجسيد رؤية السلطات العليا في البلاد فيما يخص تطوير شعبة الحبوب الاستراتيجية؟ سيد والله اليوم شوفي، اليوم ما بقاش الوقت أننا نعتمد على سقوط الأمطار، اليوم لابد أن نفكر في بدائل يعني فيما يخص الموارد المائية، لأننا لا يمكن أن نتكلم على تطوير الفلاحة وفلاحة يعني متطورة وإنتاج وفير بدون يعني عنصر الماء. لذلك رئيس الجمهورية وأيضا يعني مجلس الوزراء في كثير من الأحيان تكلموا على توجه لإنتاج يعني تكثيف إنتاج الحبوب، خاصة بعد ظهور أزمة حرب روسيا وأوكرانيا وقلة هذا المنتوج في السوق الدولي، اللي باتت تهدد الأمن الغذائي، وين الدولة اليوم قالت لابد يعني من رفع من قدرة الإنتاج في الهكتار الواحد فعلا. وهذا يعني لأن اليوم احنا نزرع 3 ملايين هكتار، تخيلي لو نجيبوا 30 قنطار في الهكتار فقط يكفينا يعني 90 مليون، هذا هو الاحتياجات الوطنية في القمح، ولكن اليوم لابد أن نفكر في بدائل، ومن بين البدائل هو اليوم يعني رئيس الجمهورية تكلم يعني في بداية العهدة تاع الحكم تاعه أننا نديروا الترانسفير دو، جلب المياه يعني من الجنوب إلى الهضاب، لأن في الهضاب عندنا أكثر من 30 مليون هكتار أراضي رعوية وأراضي فلاحية رعوية، لو نجلب المياه لهذه المناطق يعني نحدي ثورة فلاحية من ناحية الحبوب ومن ناحية الأعلاف، وهذه يعني موش يعني لأن القدرات اليوم موجودة، خاصة في ظل اليوم التغير المناخ، القطاع اللي أثر فيه كثير هو قطاع الفلاحة والزراعة، أثر على مباشرة على الأمن الغذائي، تكلم على إفريقيا وين اليوم يعني في جفاف في قلة سقوط الأمطار قلة الموارد المائية، مما تسبب في هجرة الأشخاص، مما تسبب يعني في قلة المواد الغذائية. والأزمة الأخيرة بين أوكرانيا وروسيا عرت يعني المشكل أكثر واتضحت نعم تبعياته أكثر. لذلك اليوم يعني لحبينا، وكان يعني أنا كنت يعني في قمة تغير المناخ في القاهرة في كوب يعني 27، وإن كان نقاش كبير على موضوع الفلاحة، وخاصة في نقطة التكيف، تكيف لادابتاسيون، يعني كيفاش نكيفوا الفلاحة يعني مع هذه الظاهرة، وهذا يتطلب يعني أموال، يتطلب بحث علمي وتكنولوجيا، يتطلب يعني بذور جديدة، يتطلب أصناف جديدة، أصناف تتأقلم مع الجفاف، أصناف تتحمل الملوحة، أصناف لا تتطلب المياه كثيرة، وهذا يعني يبرز
هنا دور المعاهد فعلا اللي موجوده في الجزائر بتاع البحث العلمي والمخابر، موضوع التكوين كذلك. نعم. هذا يعني راح يكون مرافقة فعلا الفلاح. مرافقه الفلاحين والمزارعين والمتعامل الفلاحي. نعم. متعامل الفلاح يعني كيف يتاقلم، ماذا يزرع واين يزرع، ولابد ان يكون يعني تحليل التربه، لان اليوم ما بقاش الوقت باش نستعمل الاسمده عشوائيا ونستعمل الماء يعني عشوائيا، لابد ان نشوف التربه هذه واش تحتاج، يعني ما هي العناصر اللي لابد نضيفها لها، نشوف تحاليل تحاليل يعني التربه. لذلك اليوم لابد ان نتكلم عن الفلاحه الذكيه، الفلاحه اللي نستعمل فيها التكنولوجيا، نستعمل فيها المخابر، نستعمل فيها العلم، ما بقاتش يعني الفلاحه يعني التقليديه. استاذ احمد ملحه، شكرا لك على مشاركتك.